Very good. كانت لدي محادثات ممتازة مع فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التي استضافت أشغال المحكمة الإفريقية على مدار شهر كامل. جئت خصيصا ليعبر للسيد الرئيس عن شكرنا وامتناننا له شخصيا ولكل الشعب الجزائري في هذا البلد الجميل لحسن الضيافة التي حظينا بها طوال مدة إقامتنا بهذا البلد. The hospitality they extended to us during our visit here. And he really ولقد عبر لي السيد الرئيس على اعتزازه باحتضان الجزائر لأشغال المحكمة الإفريقية. وتعهد السيد الرئيس بمواصلة تقديم الدعم للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكما هو معلوم أن الجزائر من بين أولى البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تقدم الدعم للمحكمة الإفريقية. وقد جدد لي اليوم السيد الرئيس دعمه الدائم لهذه المحكمة، وسأعود وأنا محملة بهذه الثقة وهذا الدعم، وسأنقل للاتحاد الإفريقي والمحكمة الإفريقية دعم الجزائر المتواصل والدائم للمحكمة. بصفة عامة هذا كل ما تم مناقشته خلال لقائي، وبعد شهر من أشغال المحكمة التي كللت بالنجاح كان من المهم لقائي بالسيد الرئيس للاستفادة من حكمته، وأنا سعيدة بمواصلة العمل مع الجمهورية الجزائرية. أول قناة إلكترونية في الجزائر.